ليت لمالي يحط الكرة إلى ممتازة محرز يحاول الهجوم. في غول يعود ومعه تعود الفرحة والهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 24. تسديدة قوية لا تصد ولا ترد في مرمى الحارس طاريكو. جمال، نعم، طريقة احتفال رائعة وصورة جداً سيميولوجية أيضا جداً بين اللاعبين والناخب الوطني كريستيان غوركيف. صحيح، رسالة من اللاعبين لكريستيان غوركيف. أهو إسلام سليماني، كريم ابن كريم، حاول محرز المتابعة من سفيان في غنيو في الشباك. جمال تكلمت على الترويج، على الكونترول تاع سليماني المرة الأولى، المرة الثانية سليماني دار كونترول بون مومون ومد كرة بالجيل اليسرى، لعب فغولي اللي جا من وراه. شوف الشيء الايجابي تاع لعب سليماني، هنا على التجربة والثالثة ثابتة. ثالثة، شوف جمال الترويج هضرت على الكونترول. صحيح، منفسد الاوتوماتيزم جمال بينه وبين فغولي، كاين تفاهم كبير. لما دار لو بون كونترول لا بون ريميس ديريال لعب فغولي. ومن ايضا الصورة توضح ايضا حتى ان خرج الكرة بمبدأ الامان. انطلاقة، استلم محرز، استلم محرز، يحاول محرز، اسلام سليماني من هناك يحاول هي الثانية للمنتخب الوطني الجزائري اسلام سليماني. تفاهم كبير رائع وبارع الثنائي اليوم طاريكو. اعطينا محرز، اعطينا ابراهيمي. هدف جديد لإبراهيمي وللمنتخب الوطني الجزائري. إبراهيمي ضاعت، لا أصدق أن ركلة الجزاء ضاعت من إبراهيمي. أسلوب، ها هي الكرة والاستلام من محرز، محاولة نغز الكرة لكن الحارس تمكن والمتابعة من فيغولي في الشباك. شوفوا استرجاع الكرة جمال في وسط الميدان، ولما محرز طلب الكرة في العمق كرة من ذهب اللي عطاها له اللاعب سليماني، لاعب عفوا اللاعب ابراهيمي، واللاعب فغولي اللي تبع الكرة وين كان عنده وقت كبير لاعب محرز باش يسجل، ولكن اللاعب فغولي هو اللي تبع الكرة. من الساحرين يلعبوا بطريقة ممتازة، هي الكرة محاولة من جديد للمنتخب الجزائري. ابراهيمي يحضر يصدر وهدف رابع. وكان يبحث عن هذا الهدف فجاء هدف ابراهيمي من اجل رد الاعتبار. المنتخب الوطني ملعوب الكره من محرز، من هناك بعيده المتابعه في شباك الحارس طاريكو. يا للروعة والجمال، الخماسية الآن. جمال تشوف الكرة الركنية لما مشات مليمتري، لاعب محرز يحوس أكثر على لاعب طايدر، هيا يحوس عليه أكثر، ولعب طايدر سون كونترول دون بريس دو فولي، استعمل لو كود بي. شفنا باللي كرة تسديدة قوية وين خلى الحارس. يا سلام جمال، لا ريبريس دو فولي ماشي معطيه، كل واحد يستعمل الريبريس كيما صحيح، ما خلاش الكره بوز. بنزيا يحاول، بنزيا ممتاز، يغير على الجهه اليسرى، غلام راح يرفع الكره، البحث عن الرو السادس. ضغط منهك، كرة صعبة هذه، الكرة اللي حاولوا والهدف في مرمى بلحي، تخليص النتيجة من المهاجم المعروف كيديبي، وأخطر في الوسط ثنائية ثلاثية الآن على الجهة اليسرى غلام
غلام رضية المتابعة جاءت السماعية بقدم إسلام سليماني الهداف الكبير في المكان المناسب ينتظر داخل البوكس إسلام يتمكن من تسجيل الهدف السابع للمنتخب الجزائري سباعية